البنك المركزي المصري يعلن إبرام اتفاقية جديدة لتمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة بنوك دولية. خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، مصر تحصل على إشادة دولية بمبادرتها للاستثمار في العنصر البشري. تراجع البورصات العالمية وترامب يحمل المسؤولية للبنك المركزي الأمريكي. مشاهدينا أهلا بكم، وقفتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم في موعدها على شاشة النيل الأخبار وفيها. أعلن البنك المركزي المصري عن قيامه بإبرام اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية، وذلك بإجمالي مبلغ 3.8 مليار دولار وبتاريخ استحقاق نهائي 4.5 من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام. وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم تسوية العملية في نوفمبر المقبل بعد قيام البنك بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي في الشهر نفسه، موضحا أن هذه العملية تحقق هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق، مما يعد شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. أكدت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين أهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية بالاستثمار في العنصر البشري، والتي تتزامن مع المبادرة التي أطلقها البنك الدولي في هذا الشأن وتتصدر مناقشات الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين بمدينة بالي الأندونيسية. وأكد مسؤول البنك الدولي حرصهم على دعم وتمويل المبادرة المصرية للاستثمار في العنصر البشري من خلال توفير التمويل، وهو ما تم فعليا بتوقيع عدة اتفاقيات بين البنك الدولي ومصر لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم. أكدت مؤسسات مالية عالمية أن الاقتصاد المصري بات أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، خاصة البنوك الاستثمارية، مع التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، فضلا عن المبادرات التي يطلقها المركزي المصري لدعم نمو الاقتصاد. كما أكدت المؤسسات العالمية على استمرار النظرة الإيجابية طويلة الأجل بشأن مصر، لافتة إلى التعافي الذي يسجله الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة. تبدأ البورصة الأحد المقبل تطبيق قرارين من قرارات مجلس إدارة البورصة بعد اعتمادهما من هيئة الرقابة المالية بخفض زمن الإيقاف المؤقت للأسهم إلى 10 دقائق بحد أقصى، والسماح بالتعامل بنظام الشراء الهامشي وآلية التداول في ذات الجلسة على أسهم الطروحات الجديدة. من جانبه، قال رئيس البورصة محمد فريد أنه تم خفض زمن الإقفال المؤقت من 15 دقيقة إلى 10 دقائق بحد أقصى، مما يسهم في تحقيق المزيد من الاستدامة والاستمرارية للتداولات في السوق. وكانت البورصة قد قامت في عام 2017 بتقليل زمن الإيقاف المؤقت إلى 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة. على صعيد التداولات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي قبيل ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بضغط من عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمصريين، قابلها شراء من قبل الأجانب، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 15 مليار جنيه قبيل ختام التعاملات ليصل إلى 743.3 مليار جنيه.
للمزيد من المتابعة معنا على الهواء مباشرة من مقر البورصة المصرية مراسلة النيل أسماء حسن. أسماء، أطلعينا على أداء مؤشرات البورصة اليوم في ظل الانخفاض الجماعي الذي شهدته البورصات العالمية بعد قرار المركزي الأمريكي. نعم ماجدة، بالفعل اتجهت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في جلسة ختام تعاملات الأسبوع نحو المنطقة الحمراء لينخفض المؤشر الثلاثيني بنسبة 2.53% مسجلا 13276 نقطة. وتراجع مؤشر إي جي إكس 70 مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.31%، وامتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاق لينخفض بنسبة 1.45%. بالنسبة للقطاعات نجد أن التباين غلب على أغلب القطاعات خلال جلسة تعاملات الخميس، ليشهد القطاع الواحد الانخفاض والارتفاع ما بين الأسهم. أيضا بالنسبة لفئات المتعاملين نجد أن المستثمرين الأجانب ومعهم المؤسسات اتجهوا نحو البيع، بينما شهدت تعاملات المصريين والعرب والأفراد أو ماله نحو الشراء. بالنسبة لهذه الانخفاضات وفقا لبعض الوسطاء تعود إلى عدة أسباب. لمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذة حنان رمسيس. أستاذة حنان، أهلا بك معنا على شاشة النيل الأخبار. أهلا وسهلا يا أسماء. كنا عايزين نعرف من حضرتك النهاردة يا فندم، البورصة المصرية تواصل التراجع، من وجهة نظر حضرتك ما هي الأسباب وراء هذه التراجعات؟ النهاردة بسبب انخفاض الأسواق العالمية وخصوصا الداو جونز انخفض أكثر من 830 نقطة، والأسواق في شرق آسيا السوق الياباني انخفض 1000 نقطة، وده بيرجع طبعا للتقارير اللي يعني طلعنا عليها البنك الدولي بيتكلم على معدلات نمو وتصرف معدلات نمو وانخفاض معدلات نمو في أماكن أخرى. هو اتكلم على أمريكا واتكلم على السوق الأوروبية بأن في انخفاض في معدلات النمو، اما بالنسبه لمصر وقطر والسعوديه تكلم على تسارع وزياده في معدلات النمو، ولكن تاثرنا بالسلب ان احنا كنا في فتره تصحيح. دايما لما بيكون في انخفاض في احجام وقيمه التداول ونقص في السيوله وانخفاض في المؤشرات لازم يعني بتبقى بالتبعيه انخفاض ومزيد من الانخفاضات. المستثمر المصري كان عايز يعرف القاع اللي هيوصل اليه المؤشر 30 او باقي المؤشرات عشان يبتدي يعمل يعني حركه شراء، وده اللي لاحظناه في جلسه امبارح ان كان في تجميع في العديد من الاسهم وكان عامل 24% مؤشر 30 ارتفاع وعامل 2.5 مليار جنيه زياده في راس المال السوقي، ولكن طبعا النهارده جت كل الاخبار اخبار سلبيه فتاثر طبعا المستثمر المصري وفي ادائه هو المستثمر العربي والاجنبي. طبعا كان في تباين في الاداء ما بين المؤسسات الاجنبيه والمحليه وتبادلت الادوار خلال الجلسه. اول الجلسه كان في مؤشرات من قبل المؤسسات الماليه الاجنبيه، ولكن اخر الجلسه حول المبيعات. المصريين كانوا عاملين اول الجلسه مبيعات بقوا في مشتريات، فهي التباين بسبب تذبذب في الأداء وبسبب عدم وضوح الرؤية في الفترة الحالية. أستاذة حنان، كيف ترين تأثير زمن أو خفض زمن إيقاف التداول بدءا من يوم الأحد أو بحد أقصى يوم الأحد، كيف ترين تأثير ذلك على البورصة المصرية وسوق المال؟ بس هو أي آليات بتتعمل عشان تنشيط حركة التداول هي آليات جيدة، ولكن الأهم منها هو ضخ السيولة، إن المؤسسات المالية تنتهك السياسة الشرائية. طول ما في ضغط على السوق، طول ما في مبيعات، طول ما في انخفاض في أحجام وقيمة التداول، أي آليات أنت بتقومي بيها لا تؤتي بالثمر الإيجابي في اداء البورصه. اللي بياتي بالثمر الايجابي زياده ضخ السيوله وزياده الاستثمارات. طبعا احنا عندنا دلوقتي في اختلاف ما بين الاداء الاقتصادي والاداء البورصه. انا عندي في الاداء الاقتصادي النهارده مودس ادت للقطاع البنك تصنيف ائتماني جيد يعني مع مستقبل جيد في الفترات القادمه، وفي قدره على الوفاء بالالتزامات الاجنبيه اكتر بي 3، فانت عندك اداء جيد بالنسبه للقطاعات المتواجده جوه البورصه. طب تاثيرها بقى على اداء المتعاملين لا ما بيبانش الا بضخ السيوله. النهارده لو بتكلم عن السيوله الفعليه هي لا يعني تجاوزت بالفعل 800 مليون جنيه، انما الاجمالي اكثر من 2 مليار جنيه، لان في صفقه في طرح خاص ثروه كابيتال متنفذ اكثر من 77% للمؤسسات، وده بيعتبر يعني بيدعم حركه السيوله. ولكن احنا عايزين السيوله تبقى في الاسهم، اسهم التداول. هو طبعا الطروحات الخاصه بتجذب اليها
فئه من المتعاملين الجداد ممكن يضخوا سيوله بعد كده في البورصه، ولكن لما تبتدي اسعار الاسهم تسترد عافيتها. ولو برضو براجع القطاعات النهارده في العديد من الاسهم عملت طفرات سعريه نهضت بالقطاع اللي هي فيه زي قطاع الكيماويات المواد الاساسيه بسبب الاداء الجيد لهذه الاسهم وادائها المالي والميزانيات الجيده. كل ما هيتضخ سيوله جيده البورصه تتماسك وتقدر تبقى ضد اي انخفاضات متواجده حوالين العالم ومش هتتاثر بعد كده بهذه الانخفاضات. شكرا جزيلا لحضرتك. هكذا تابعنا مجدة معكم جلسة ختام التداولات بأسواق المال المصرية. إليك مجدة. شكرا لك يا أسماء حسن على المتابعة والتحليل. عودة لقراءة الأخبار وإلى ليبيا، حيث تجرى الاستعدادات لإعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للبتروكيماويات شمالي البلاد بعد توقف دام 7 سنوات بسبب الحرب التي أدت لزعزعة الاستقرار. وتأمل شركة النفط الوطنية الليبية أن يساعد المصنع في دعم الاقتصاد الليبي. بعد توقف دام 7 سنوات تجري الاستعدادات لإعادة فتح مجمع رأس لانوف للبتروكيماويات شمالي ليبيا. الإنتاج كان قد توقف بالمجمع بعد أن أدت الاضطرابات إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، إلا أن الجيش الوطني الليبي سيطر على الأوضاع، ما دفع الشركة الوطنية للنفط لعقد اجتماعات بين المهندسين والمديرين للتعرف على المعوقات وإزالتها لاستئناف الإنتاج. عقدت جملة من الاجتماعات الفنية والمتعلقة بالوقوف أو المتعلقة باستعداد لبدء تشغيل وإعادة المجمع إلى السابق عادي. عقد جملة من الاجتماعات الفنية وللوقوف على متطلبات المرحلة والمشاكل والمعوقات التي تعيق أو تعرقل سير العملية التشغيلية. يتألف مجمع رأس لانوف للبتروكيماويات من مصفة نفط ومصنع إيثيلين ومصنع بولي إيثيلين إضافة إلى مرافق المصنع وميناء، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 220 ألف برميل يوميا. والتي من أهمها إعادة توطين العمالة وتجهيز الخدمات الإسكانية والتموينية والترفيهية، بالإضافة إلى الجهود الأمنية أو المسائل الأمنية التي تؤمن استقرار المنطقة واستقرار العاملين في مساكنهم ولأداء عملهم المطلوب منهم أو المناط بهم. وتأمل شركة النفط الوطنية الليبية أن يساعد عمل المجمع بطاقته الإنتاجية القصوى في منح الاقتصاد الليبي دعما يحتاجه بشدة. ونتمنى أن نرى مجمع رأس لانوف في سابق عهدي ونرى إنارة المشاعل وبدء التشغيل حتى يساهم في بناء الاقتصاد الوطني. ويعد مجمع رأس لانوف من أضخم الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في مجال النفط والغاز الطبيعي في ليبيا. انخفضت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أكثر من 20 شهرا اليوم بعد هبوط وول ستريت في الوقت الذي أثارت فيه المخاوف بشأن ارتفاع عوائد أذون الخزانة الأمريكية، عملية بيع واسعة للأصول وعالية المخاطر، مما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل المسؤولية لسياسات البنك المركزي الأمريكي متهما إياه بالمساهمة في إثارة البلبلة بالأسواق المالية العالمية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% لأدنى مستوياته منذ نهاية يناير 2017، وهبطت جميع مؤشرات الدول الكبيرة في أوروبا بما يزيد على 1%. وإلى بورصة طوكيو الأوراق المالية، حيث أغلق نيكي الياباني اليوم منخفضا عند أدنى مستوى في شهر متكبدا أكبر انخفاض يومي منذ مارس الماضي، وذلك تأثرا بعمليات بيع للأسهم العالمية، وهبط نيكي 3.9% عند الإغلاق إلى 22,596.86 نقطة، وهو أدى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 10 سبتمبر الماضي. كذلك هبط تابكس 3.5% ليحقق 1,786%. أخبار الاقتصاد انتهت. هذه تذكرة بأهم العناوين التي جاءت بنشرة. المركزي المصري يعلن إبرام اتفاقية جديدة للتمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة بنوك دولية. خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، مصر تحصل على إشادة دولية بمبادرتها للاستثمار في العنصر البشري. تراجع البورصات العالمية وترامب يحمل المسؤولية للمركزي الأمريكي. انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.